ليس كل الناس طيبين. أنا اسمي حورية، أدرس في الصف الأول الابتدائي. سأروي لكم قصتي كي تستفيدوا منها. في المدرسة أتعلم أشياء كثيرة. صرت أعرف قراءة الحروف والكلمات وأكتبها أيضاً، وأعرف العد حتى العشرة، وأشارك كثيراً في الفصل حين تسأل المعلمة. وعندما ينتهي وقت المدرسة أنتظر أمي في الخارج لتأخذني. وذات يوم تأخرت أمي، فذهبت للمعلمة وأخبرتها، وقالت: هي في الطريق، ستصل قريباً. وبينما كنت أنتظر، وقف أمامي رجل غريب بسيارته وقال: اركبي لأوصلك لبيتكم. قلت له: أمي سوف تأتي الآن وتوصلني. أمك لن تأتي، سوف تتأخر. هيا اركبي لنذهب إلى الملاهي وأشتري لك ألعابا كثيرة. ثم مد لي الشوكولاتة وقال: خذي هذه لك، هيا اركبي بسرعة. وصلت أمي وفر الرجل الغريب مسرعا، وأخبرت أمي بكل ما جرى. واحتضنتني أمي وقالت: الحمد لله أنه لم يصبك مكروه. هذا رجل شرير وغريب، ولا نذهب مع من لا نعرفه. لا تخافي يا طفلتي، لقد حفظت رقم السيارة، وسيقوم والدك بإبلاغ الشرطة ليقبضوا عليه. الحمد لله الذي حفظني. وفي البيت علمني والداي كيف أحمي نفسي من الشخص الشرير. أماكن خاصة في جسمي: لا تلمسني. أنا أحب جسمي، أنا أحافظ على جسمي. جسمي فيه أجزاء نتشارك فيها مع الآخرين، مثلاً نستخدم اليدين لنسلم على بعضنا، وأستخدم يدي أيضاً في اللعب مع الآخرين. أتشارك مع الآخرين إلا في أجزاء جسمي الخاصة، ممنوع لمسها أو مشاهدتها. أجزاء جسمي الخاصة هي التي أغطيها بالملابس فلا أحد يراها. سميت أجزاء خاصة لأنه غير مسموح أن يشاهدها أحد أو يلمسها أحد. وإذا أراد أحد أن يلمس أجزاء جسمي الخاصة، أهرب وأخبر أمي وأبي. يجب ألا أخفي هذا الشيء عن أمي وأبي، لأنهما سوف يحمياني. هل فهمتم الدرس يا أحبابي؟ النهاية. هذه القصص من حساب سعيد الزويد، تجدون رابط حسابه في صندوق الوصف. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. مع السلامة.